صبح كلام بالخير يا حاتم. بالنور والسرور. يلا حيا. أنا حييك على 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 تشجيع نفسك، وأنا عارف إنك ماخذها من هالزاوية، بس أنا عندي لك كذا سؤال بكل بساطة يعني ومرونة. أسلم. أنت تشوف نفسك أفضل في الفترة هذه ولا الفترة اللي قبل توقف فيها القناة؟ لا الحين. أسمعك. أقول لا الحين، لا الحين. لا تشوف نفسك قدمت. فترة قادمة ذا أفضل. لا بس بين الفترتين، بين إلى الآن بعد الرجعة وقبل الرجعة، وش الأفضل فيهم؟ كلها متساوية. في شيء أفضل من شيء، أنا ما أبغى أقيمك يعني. أنت أنا أقيم. أنت لا قدامك مرآة. أنا أقيم نفسي وأقول. تشوف الثنتين سوا؟ أي نعم. طيب المرحلة هذيك كنت محصور على الشخصيات، الآن تلعب لحالك وحيدا ومنجم لحالك، يعني ما عندك مشكلة. لا لا، قبل مع الكل والحين مع الكل. أنا أقصد في صناعة القصة، يعني أنا ما أكلمك عن علاقة الشخصية. ما صنعت قصة، الجمهور صنع قصة. ما تكلم عن صناعة القصة في مع أحد، الاستيعاب بدري كيف صاير. أنت وقايد تقول مع أشخاص معينين. لا لا ما بفهمتني، أنا أقصد في صناعة القصة يعني يذبح. كان قبل عندك كل الحوارات وكل الأدوار اللي تأديها معك ناس معينين، الآن لا لحالك. لا الحين معك البعض. هاتم هم بتحقيق، هم بتحقيق. عبدالله خلاص تنزم كده تنزم. والله طاقتك تروح قسم. أي شيء تقول يقول ما صنع. ما عندك. كلها سوا. ما سويت شيء. ما سويت. ببين له ببين. أنت اليوم. يلا. أنت اليوم في المطبخ. يلا. أتحدى. كنت لحالك. وقول ما كنت في المطبخ. أنت اليوم كنت في المطبخ لحالك. طيب عزيزي تعبان. شفت. أقول أفرع. كنت لحالك وخدت النقاط صح. صح. طيب النقاط اخذتها كامله ولا عجيه انا اخذ منك معك؟ والله عند الاعداد ما ادري. لا لا وش قال لكم مشعل يوم على النتائج؟ قال لي الحالي، لكن قلت له اني بوزعها على العيال وقال عند الاعداد. ما بتوزعها انت في بسطله يا ضال يعني. ما في توزعها، هي ما هي بوقف وتبرعات. ما قصروا عيال جميع. دقيقه استاذي العزيز دقيقه. حنا معك وحنا مهتمين لامرك، وقد يكون مهتمين عليك اكثر من اهتمامك بنفسك. ما دخل عجيان معك في الفقرة ما ياخذ ولا متليك على قولة الشوام. ياخذ ليه؟ بعدين على فكرة يعني عجيان مريض كيف وهو طالع في بث بدر الحسين. عجيان تخلى عنك. عجيان تخلى عنك. فإن كان خير وبركة فهو خير وبركة، وإن كان ما جبت درجات ما يخاسمك ولا يحق له. ما عليه. يعني أنا وعجيان واحد، حضرت أنا ولا حضر أول حضرنا كذا. طيب ما عندك مشكلة، الله يستر أمرك. لا لا أنت وعجيان اثنين. شو عجيان واحد؟ أنت وعجيان. خلوني أخلص منه بس يا عيال. صح ولا لا؟ خلوني أخلص منه بس. حاتم هذه رسالة إلى 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 مشعل العنزي وغير مشعل العنزي. كيف فقرة تبدأ ناقص متسابق؟ وش يسوي يا عبد الله؟ تجيب من الجدول اللي بكرة واحد وقدمه. جيب واحد من اللي كان من الجدول اليوم الثاني وقدمه في اليوم هذا، من أبسط حق المتسابق يحصل على درجات، ومن ظلم الفكرة واللعبة بشكل عام من يصير متسابق الحالة. لو فرضاً ما فاز حاتم، ما له حجة على مشعل وعلى الإعداد وعلينا وعلى الجمهور وعلى الدنيا. لكن أنت عشانك الحالة كفو فزت اليوم. كفو الطيب. خذ النقاط كلها ترى يا أبو سحاب. حاتم هذه النقاط كلها تستاهلها كاملة. تستاهلها طيب. سؤال بسيط، احنا دخلنا في المحور حقه ولا ما دخلنا؟ لا لا ما لي عاتب. طيب انا معك انك تحفز نفسك، بس ماني معك انك ترمي كلام في الهواء. ما هو بالهواء. أفا. طيب من المتسابقين اللي ما تشوفهم على واقعيتهم في النسخه؟ ايه ما اقدر احدد. ارفع صوتك يا حاتم، احنا يلا نسمع. ما اقدر احدد لك كل اللي يشوف على كم. خايف من احد؟ لا ماني بخايف. اتجامل احد؟ ها اتجامل احد؟ اجام كثير. في حاجه احد منهم؟ لا أجامل. طيب عطنا الأسامي. إيه أجامل كثير. ما نبي حاجاتهم. خلاص لا ترمي عليهم، لا ترمي عليهم طال عمرك إدانة تدينهم وترمي كلمة وما أنت بعارف تفصلها. نقول لك من هو اللي ما هو على واقعيته. ما نبي. دقيقة. أنتم. مبرر يا حاتم حبيبي حاتم. أنتم انتقلتم من البيعات إلى الاعترافات. خلصتم من البيعات الآن جي في الاعترافات قاعدين تقيمون بعض. للأسف كلكم كمجموعة ما تدخلون برنامج واقع جديد آخر نهائيا. تجربة لن تكررها القنوات معكم أبدا. كومبليت كلكم ما يكرر معكم أي برنامج. سؤالي صريح، أنت جالس في جلسة المغرب. أيوة. قلت الواقعية ما هي عند الكل. كلامك صح وشجاعة ومنطق، وانت صادق مع نفسك. صحيح. أصدق معنا، حنا ضميرك الحي،
حنا الصوت الأطول الأعمق الأصدق في البرنامج كله. يقول لك في بعضكم ما على وقت. طيب أوكي أنا لو إني حتى عندكم أنا لو إني زميلك أنا لو إني زميلك دقيقة دقيقة أنا لو إني زميلك وتربي الكلمة هذه وسطنا أبحاسبك عليك وتقصدني لأن الكلام هذا لا فيه إدانة. ما حد يقول تقصدني إلا هو متحسس من نفسه. ما في كلمة ما في كلمة ما في كلمة تحسس ما راح يقولها. لا القضية ما هي قضية تحسس، قضية كل واحد واثق من نفسه، ما اختلفنا وأنت واثق من نفسك. لو ما تواثق من نفسك ما فزت اليوم في المطبخ. حنا نتكلم عن منطق، لأن كلمة ما أنت بواقعي تدين إن البقية متصنعين. ما قلت البقية لا 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 تقول كل مو على واقعيته. لا ما عمم ما عمم كل بعض. طيب ما حنا واحد نبي اثنين. ما نبقى لك ولا نبي اثنين ولا نبي اثنين ولا اسم. ما انت شجاع. الكاميرا تعرفهم زين وانت تعرفهم زين يا عبد الله. انا اعرفهم خلاص صبر. واعرف واحد دامك تعرفهم خلاص. انا اعرفهم واعرف واحد انا اعرفهم واعرفك واعرفك على راي راس القائمه انت خلاص. انا انت على راس قائمه غير واقعيه. انا اعرفك انت على راس قائمه غير واقعيه. انت سيد الواهمين. انت من جمعت الواهمين حولك بس ولا حطتهم مجال يترزقون. انت سيد الغير واقعي. توك يقول توك قلنا تبكي يلا يلا سوي غيرك يلا كم عيد. اقول ما يهمني رايك بتصنع ولا واقع. لا يهمك رايي يا حبيبي وانا بكلامي احدد مصيرك. انا بكلامي احدد مصيرك واحجمك واقدر اعطيك لايك واقدر اعطيك اكس. انا الاداره تسمعني والجمهور يسمعني. انا انت عليك تمثل وتسوي كاركتر على غيرك. راح الجمهور ما عاد يقولك راح 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 خلوه اعطيك جوالي اعطيك جوالي تشوف اعطيك جوالي تشوف وين راحوا اعلمك وين راحوا وراحوا هباء منثورا. لا موجودين كانوا على الله ثم عليك انت وعبد العزيز وعبد العزيز ذكر ما ذكرت ابو سحاب ابو سحاب ابو سحاب ما معك احا ابو سحاب ابو سحاب فرصه سعيده يا سيد الواهمين تحيات ابو سحاب ابو حزام. الدليل ان على قولة ابو سحاب ان الجمهور راع تناثر على قولة ابو سحاب انه اعترف بها في المطبخ وقال ان انا ما وصلت اللي عندي وحس هو حس ان الجمهور راح فحس بالشعور ذا. تعليقك يا سالم على النقطه هذه. حاتم عندي سؤال واحد فقط. إيه؟ انت ليش صرحت امام الكاميرات وقلت في ناس غير واقعيين؟ هذه حقيقه. الى ماذا اصبر يا ابن الحلال يا ابن الحلال اصبر خليك. الى ماذا ترمي سالم؟ إيه؟ الى ماذا ترمي؟ ما عندي شيء بس هذا. لا هذه طبيعه بالانسان انه يتصنع ولا يكون على واقعيته. ليش قلت انت ليش قلته بس؟ لانهم تكلموا عن النقاش هذا قالوا كل اللي هنا طبيعي واقعيين. انت متصنع ولا واقعي؟ على واقعي. اجل تتهم الرجيل وتنزه نفسك حلو هذه الله اكبر. لا 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 انا ابغى خلنا نسمع ابو حسام. اشياء واضحه يا ابو سحاب. ابغى اصل للحاله النفسيه اللي كان فيها حاتم. ليش قال حاتم كتوم ترى وصبور جدا صبور جدا ولا بدنا ما يجيبه وسده بعيد ومستحيل ان يقول كلمه كذا خطا عشوائي. تتوقع ان انفجار مستحيل طاح مستحيل طاح طاح كلمتين مستحيل طاح يشغل المخرج مستحيل في كلمتين طاح. ابو حزام سم العيال تكلموا قالوا كل اللي هنا واقعين. قلت لا في بعضهم متصنعين. خلاص انت بنيت الراي اعرف علل لماذا من هم علل ما نبقى لك من هم ولا انهم واضحين وانت عارف. طيب ليش طيب سؤال كم عددهم لا لا بجيك ابو عبد الله بخلص معك خل ابو حسام خلص بجيك تجون يا جماعه ترى امس اخذ اجازه الاول اقصد من المقدمين ومن المتسابقين ترى. الله اكبر ما هم اصلا الاعداد دقيقه المقدم يقدم فقره المفروض انه ما يكون واقعي لكن انتم تقولوا احنا على واقعيتنا. لا لا احنا هذه شيله على واقعيتنا واقع جميل هذه شيله ما بعندنا شيله. المفروض قبل ما يدخلون الشباب يعني يعطون كورس صراحه احنا كورس واحد بس 20 كورس يعطون كورس ان هذا مقدم يقدم فقره مو تملى عليها الواقعيه عدانا نحن هنا. بس هو قال اني على واقعيتي. من بيقوله؟ واحد الله يستحي عليك. عطر اسمع عطر اسمع عشان اليوم نسلم عقده نفسه من على واقعيتي يعرف نفسه. هذا يمرر لكم معلومات مغلوطه. هو قال الشاشه حاتم ترى انك ما قدمت الى الان كل ما لديك صح؟ لا تخلي 300 يوم ما قدمت اللي عندي. ليش؟ وش اللي يمنعك؟ يلا هذا سؤال واحد. هذا مو بشو هذا سؤال واحد. لا سؤال واحد. وش اللي لديك؟ وش اللي لديك اصلا؟ ها؟
اللي عندي ما يطلع ب 90 يوم. الله يعني تحتاج دبل ايام هذا حق حوليات. لا دقيقه انت من دخلك شعر القمه بعد عشان نشوف تطلع اللي عندك ولا لا. وصل برنامج البرنامج اذا 3 شهور ما تقدر توصل اللي عندك شكوى لله يا حاتم. لا عندي اكثر بالشركه يكتشف نفسي. ما طلعتها في الان وصلنا ترى معك شهرين طلعت برا ما طلعت اللي عندك ورجعت وما تطلع اللي عندك. لا ومنصور تعليقك كل شيء يثبت الشيال. تعليقك على اللي قاعد تسمعه. ممكن اسالك سر حاتم؟ سام صباح الخير. صباح النور. اللي عندك ما يطلع الا متى؟ سام متى يطلع اللي عندك؟ ادخلوا لي سنتين ما ضل. انت شو تقول؟ يعني عنده محتوى. عندي محتوى لو ادخلوا لي سنتين ما ضل. لا تغششه يا سالم لا تغششه. يعني طيب شو الحل؟ كيف نطلعه؟ نعطي اخوياك اجازه. كيف نطلع؟ هو واجد بعد يا ابو من كثره ما يطلع يعني. هو واجد. ايه عندي محتوى عندي محتوى لو اقعد سنتين هنا ما اخلص. ود وش هو المحتوى اللي ما حد يعرفه الا انت؟ تشوفه على الشاشه. طيب وش هو؟ عطنا فكره عنه. سام عطنا كذا نبدأ عنه. ريالتي واقعيه سوالف. ريالتي واقعيه هذا محتوى؟ مو هذا مو محتوى. هذا شخصيه حاضر عنده شيء يقدم على الشاشه. وش هو؟ اللي تشوفه على الشاشه. وش اللي تقدمه؟ بوفيه مفتوح انت؟ وش اللي تقدمه؟ وش عطنا حمص كباب ولا وش هو؟ يمكن رز بشاور. لا والله صدق قل انا مثلا يعني مهتم مختص في مثلا في التفسير في الحديث في الشعر منشد. في انت منشد؟ نعم يا ابوي. لا انت صوتك مو زين وتتكلم عادي. لا والله ما تبع برنامج زين. غن. طيب يلا. جاني كلام اني بعد كنت كذاب واني محملك الشقا افاض ازمات. لا ما تاكل منصور. لا خلاص جاك كلام ما عندك سالفه. اذا جاك الكلام هذا ادري هذا كلام اللي جاك انت. الكلام اللي جاني انا. صل على النبي يا حاتم. الله سلام. انا ببدا معك انا يعني ما نبغى والله انا كل يوم هادي معاه. اي انا بشوف نبي نوصل الحل. صب جال غضب علي مره. نبي نوصل الحل. الان انا اذا جيت جلست كذا وتكلمت عندي هنا مثلا اربعه اقول يا اخوان ترى بيننا حرامي. حلو حلو. انا اذا ما قلت ان حطيت يعني اشرت الحرامي هذا فانا اخلي اخوياي كلهم في دائره الشك وهذا شيء ما مو من الشهامه ولا هي من ما حد بيشك بنفسه الا هو حرام. لا 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 الناس ما يعرفونهم. ها الناس ما يعرفونهم. كيف ما حد جاك بنفسه؟ لا بعلمك انا كنت اقصد مثلا سالم الحزام. ما يعرفونه. افهمني قبل انت والله ما تدري ايش قاعد اقوله. اسلم. سالم هو الحرامي مثلا. عبد الله الروقي جاته في المنشن عنده يقول انت 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 عبد الله ما له ذنب. عبد الله يقول لي يا محمد انت لا تعم كذا وتخلي التهمه ضايعه. ما انت تقصد. خلني اعلمك. انت ما تقصد. تقدر تقول؟ لا. طيب حاتم جمهورك راح نذيره مع الناس. لا موجوده بالشركه. وينهم؟ معي. وش اللي موجود؟ سكرتيره جامعهم فوق. وين موجود؟ وين؟ ها؟ وين موجود؟ معي موجود. وينهم فيه؟ جالسين معك في ايوه. وين فيه؟ بكل مكان. هذول متسابقين، هذول زملائك انت حطيتهم جمهور. ها؟ وش اللي منصور وش اللي وصله اليوم؟ وش اللي وصله اليوم في المطبخ انه ينفجر؟ وين جمهوره عنه اللي يخليه انفجر على وش؟ انت كلامك اليوم في المطبخ يا اخوي. تقول انا يا اخوي كنت تصارع قلت انا ما عندي شيء لحد ما قدمت. لا 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 تقول لي كلام حاتم. تقول لي كلام يا حلو اليوم مو اليوم اليوم حاتم اليوم صاير اسد ابوي حاتم. لا لا اسد عارفين. ما اللي مسوي لك العمامه؟ انا والله واضحة عرفت اللي مدبسة تشترى جاهزة. الله يوفقك حاتم. حاتم أبو عبد الله. عبد الله هلا كلمة أخيرة لحاتم. في شر اليوم اليوم عشان حاتم لبيت لبيت حاتم. صباح الخير. صباح النور. أنت تسجل شيلة عند فارس ولا؟ ما هي بشيلة. ها يا صادق ما هي بشيلة. إيش؟ عمل عمل؟ العمل وش هو؟ بتشوفونا قريب إن شاء الله. سحر شوفوا يعني بتصير منشد حاتم بيدخل مجال الإنشاد. اي اقول صوتي حلو ما سمعت. لا خل هذه انا سامعها لا جينا فيها في الهواء لكن غير. لا انت بتدخل عالم الانشاد فعلا ولا؟ اي تمام يعني انت ناوي ناوي ما اللي شجع اذا تبي تطيع شوري دخل عالم الاستبعاد وانا اخوك ولا لا بعالم الانشاد ولا لا والله يا حاتم بقى. حاتم ما اللي شجعك؟ الله يهديه كل العيال الله لا يوفقه. حاتم انت تقول انا بقي لدي محتوى كثير. نعم. انا اقول حاتم يا كثرك وانت واحد يا حاتم. الله الله اكبر. الله 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 الله
فاتر انا اعتقد ان يكفيك هذه الكلمه نختمها مع علي. الله يعطيك العافيه. يلا صل علي. لبيك انت مدري ابغى سؤال معليش انا بسالك الان يا قائد الفقر. انا اسف الان انا معكم محسوب هنا انتم سحبتوا علي الان ما ابدا كلمه زاد دخل عبد الله اسمع يا ويل من الله يا ريجي يا ويل انت حاسب ابو حزام هو اللي خذها منك وعطى كلمه ختاميه. انا اسف يا ابو يتاسف منكم ابو حزام هاسم ابو عبد الله خلاص انت اختمها ابو حزام. الله يعطيك العافيه حاتم. الله يعطيك العافيه موفق طبعا